Hello, good morning, my dear students. How are you? Today, inshallah, we are going to training reading from page 47 and training dictation from phonics long I. Please open your student book at page 47. اليوم يا تاني يا حلوين إن شاء الله رح نتدرب مع بعض على قراءة درس القراءة من صفحة 47 الكل يفتح كتابه عليها. وطبعا بالنسبة للقراءة أنا ما رح هلأ أتبع وين أنا بقرأ عشان بدي إياك تصير يا تاني تربط شكل الكلمة مع السماع تاعها عشان نطور وننمي مع بعض مهارة الاستماع عنا. تمام؟ يلا الكل يفتح كتابه على صفحة 47. رح أبلش بدرس القراءة من عند العنوان Helen's Diary. This is what my day looks like. I get up at 6 o'clock and eat my breakfast at 7:30. Then I am off to school at 8 o'clock. I learn many things in class and I go home at 2 o'clock in the afternoon. I eat my lunch at 3 o'clock. I feel sleepy at 9 o'clock, so I go to bed. كمان مرة رح أرجع أقرأ يا تاني وإنت بدك تتبع معي. Helen's Diary. This is what my day looks like. I get up at 6 o'clock and eat my breakfast at 7:30. Then I am off to school at 8 o'clock. I learn many things in class. And I go home at 2 o'clock in the afternoon. I eat my lunch at 3 o'clock. I feel sleepy at 9 o'clock. So I go to bed. هيك دربنا على درس القراءة يا مس هذا كلياته. هلأ رح أسمعك إياه عن طريق الابليكيشن. اسمعوا معي إذا سمحتوا. يلا. This is what my day looks like. I get up at 6 o'clock and eat my breakfast at 7:30. Then I'm off to school at 8 o'clock. I learn many things in class, and I go home at 2 o'clock in the afternoon. I eat my lunch at 3 o'clock. I feel sleepy at 9 o'clock, so I go to bed. إذن هيك مس تدربنا وسمعنا درس القراءة ثالث مرة. هاي بتكون هلا خلينا نحكي عن الصوتيات أو الإملاء اللي هي الديكتيشن الموجودة عندنا اللي هي كانت عن الصوتيات تاعتنا عن اللونج آي اللي هو يمسي حرف الآي حرف علة لفظه أو صوته طويل. عندنا نمبر 1 كلمة بايك بايك. نمبر 2 فايف طبعا في بآخرهم. وعندنا كلمة كايت. نمبر 3 كلمة كايت. هدول الثلاث في الإشي اللي بيميزهم يا مس اللي هو حرف الآي بالنص وحرف الإي يلي بآخر الكلمة اللي يعتبر إي قصيرة إحنا ما بنلفظها. كمان مرة بايك فايف كايت. تمام يا حبايبي يا تاني. إذا هيك بنكون إحنا دربنا على الشق الأول. الشق الثاني في عنا كلمة light night tight. هدول شو اللي بيميزهم يا حبايبي؟ إنه عنا حرف الجي والأتش يلي فيهم بنصهم silent. يعني ما أجي أتهجى كلمة light بقول إلو I lie وتي light. تمام؟ برضو كلمة night نفس الشيء وكلمة tight نفس الشيء يا حبايبي. هيك أنهينا تدريبنا على القراءة بالإضافة لتدريبنا على إد الإملاء. ديروا بالكم يا مس على حالكم. Take care yourself. Have a nice weekend and see you Sunday in the class إن شاء الله. مع السلامة يا حبايبي يا تاني.